الشيء الذي يبدو لنا ان الذي يميز غالب الافراد الناجحين عن الفاشلين في الحياه صفتان الصفه الاولى الصورة الذهنية التي يحملها الناجحون والفاشلون عن انفسهم، اكو هنالك كلمة جدا لطيفة، تقول: قل ماذا تفكر، أقول لك من أن؟ نظام القناعات أو القناعات، شنو قناعتك؟ نمط قناعات الناجحين حول أنفسهم ونمط قناعات الفاشلين حول أنفسهم تختلف، ونظام القناعات قضية مهمة جدا في تقرير المسير وفي تقرير المصير، بل في تقرير كل خطوة جزئية من خطواتنا، هذا هو الشيء الأول الذي يميز الناجحين عن الفاشلين، الصورة الذهنية نظام القناعات. الشيء الثاني هذان جناحان يطير بهما الفرد. يكمل احدهما الاخر. الشيء الثاني الثبات والمواصلة. أن يقف الفرد ألا يتعب. حتى الأشياء البعيدة الأشياء التي تبدو مستحيلة واحد يتابع ويتابع الأفراد الناجحون في الحياة عندهم صفة المتابعة والثبات، الافراد يدخلون في اي مجال من المجالات باندفاع ولكن شويه شويه هذه الحركه تضعف وتضعف الى ان تنتهي الى التوقف. طلاب العلوم الدينية من الذي ينجح فيه الكثير يدخلون في هذا الميدان بعد عام بعد عامين يعني، ثلاثة أعوام يمكن بعضهم يشعر بالضعف الضعف النفسي قد يكون عبقري ايضا قد يكون نابغه النوابغ اكثر عرضه لهذه الحاله فيتوقع بينما ذلك الفرد حتى اذا كانت قدراته محدوده ومتواضعه الذي يسير باستمرار بالنتيجه يصل باذن الله الى الهدف